والآن قرطبة، قرطبة حاضرة الدنيا ومجمع الأضداد، الساحة والمعترك، قاعدة الخلفاء والأمراء والعلماء، وحانة الفساق والزعار، سلم الصعود إلى الذروة، ومنحدر السقوط إلى الجحيم، النار والنعيم قرطبة. عند وصولنا إلى مشارف قرطبة، وقبل عبور جسر السمح بن مالك الخولاني، متجهين إلى الجامع الكبير جامع قرطبة، كان ولا بد من زيارة القلعة الحرة كلاهورا، والتي بناها الموحدون. هذه القلعة التي كانت في وقت ما حصنا وقلعة حصينة، صارت الآن تجذب الكثير من السياح والزوار، وقد حولت إلى متحف يتحدث ويتكلم ويجسد حكايات التاريخ. هذا المتحف متحف الحياة الأندلسية، أو متحف الثقافات الثلاث، تشرف عليه الأستاذة الكبيرة السيدة سلمى فاروقي، وهي أرملة الفيلسوف الكبير روجي جارودي. هذا المتحف بالمناسبة قد حظي بدعم من الشيخ العلامة رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز بحوالي 100,000 دولار. تجدون داخل هذا المتحف تصويرا لحياة المسلمين، وكيف كانوا يعيشون، وكيف كانت منجزاتهم واختراعاتهم وإبداعاتهم. تجدون في هذا المتحف مجسمات للكثير من عظماء الأندلس، من الفقهاء والعلماء والفلاسفة والأطباء. تجدون فيها تصويرا لحياة الناس وكيف كانوا يعيشون، قصور الخلفاء، مدينة الزهراء، مجالس الحريم، ما يتعلق بإبداعاتهم وإنجازاتهم واختراعاتهم. تجدون فيها مثلا مجسما لناعورة أبي العافية، بالإضافة إلى الكثير من الإبداعات التي أسهم بها الأندلسيون في الحضارة الإنسانية. تجدون خريطة الشريف الإدريسي، وهي من أقدم الخرائط التي كانت دقيقة في تصويرها للعالم القديم. أيضا تجدون أمثلة للكثير من الأدوات التي اخترعها وابتكرها الطبيب الأندلسي الكبير أبو القاسم الزهراوي. تجدون مجسما لمدينة الزهراء وأنظمة الري والسقي العظيمة التي ابتكرها الأندلسيون. تجدون فيها مجالس الخلفاء، كما في هذا المشهد زيارة لوفد كبير من بيزنطة إلى الخليفة الأندلسي. هنا ترون أمامكم صورة للمحراب، محراب جامع قرطبة. نعم، يفاجأ الزائر في زيارته لهذا المتحف للكثير من الصور التذكارية، وكذلك تسمعون فيها مثلا في إحدى المرافق الموسيقى الأندلسية، والتي أسهم زرياب في تطويرها وفي تطوير الحياة اليومية للأندلسيين. أنكروا شكوى مما جدوا، مثل حالي حقه أن تشتكى، كمد اليأس وظل الطمع. داخل المتحف تجدون هذه التحفة المعمارية الرائعة عن جامع قرطبة، وهو من أقدم المآثر والمعالم الإسلامية بالأندلس. هذا المسجد ظل على حاله ولم يهدم، كما حصل للكثير من المساجد بعد حروب الاسترداد، فقد شفع له رونقه المعماري الأخاذ، وبذل
هدمه وإسقاطه بنوا داخله ووسطه كاتدرائية كما تعلمون. وسنتحفكم قريبا بمقطع خاص بزيارة جامع قرطبة. وإن لم تسمعي ونادي من هبت في غرتي. هنا إطلالة على جسر قرطبة أو قنطرة السمح بن مالك الخولاني، وهي من عجائب الدنيا كما ذكر المؤرخون. بناها السمح بن مالك الخولاني بأمر من الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، وذكر ابن الوردي أنها من عجائب الدنيا. كذلك الإدريسي مدحها في نزهة المشتق وغيره من المؤرخين. داخل هذا المتحف تصوير للحياة اليومية للأندلسيين، هنا تجربة عباس بن فرناس، كذلك حياة الأندلسيين، عبادتهم، صلاتهم، حياتهم اليومية، بيوتات الأندلسيين، وكيف كانوا يعيشون، وكيف كانت تفاصيل حياتهم. نلتقي في مقطع قريب.